بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. بعض الأخوة والأخوات يبعثون برسائل حول قضية البشرة المتعبة نتيجة العمل، سواء في المنزل سواء خارج المنزل. نجد أن البشرة تتعب كثيرا إذا لم يحصل الإنسان على النوم الكافي، أو نتيجة الهموم والأحزان والمشاكل التي تحدث في البيت مع الأسف الشديد. ولو أن كل زوج يداري زوجته من ناحية عدم إيلامها وإيذائها ومدارات مشاعرها، لاستطاعت المرأة أن تعيش ببشرة جذابة وبنضارة دائما وأبدا، وتعيش طويلا بجمالها ولا تذبل أبدا. كذلك إذا كان يستطيع أن يوفر لها الفواكه الطازجة قدر الإمكان، يعني على قدر استطاعته أو على الأقل الخضار إلى غير ذلك، لاستطاعت المرأة دائما تحافظ على جمالها وعلى نضارتها. وكل يعني وأهم من ذلك كله هي الراحة النفسية في البيت، تعمل على عدم ذبول البشرة وكذلك عدم إيجاد التجاعيد يعني المبكرة إلى غير ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وآله: الهم نصف الهرم، يعني الهام الحزن نصف الشيخوخة. يعني بمعنى إذا كان عمرك 25 وتلقيت من الهموم والأحزان شيئا كثيرا، فكأنما عمرك 50. فورا تهاجمك التجاعيد، فورا تهاجمك يعني أو يهاجمك الشيب إلى غير ذلك، وذبول البشرة وذبول النضارة إلى غير ذلك. فالهام نصف الشيخوخة. لذلك نجد بأن أهل البيت عليهم السلام دائما وأبدا يوصون الرجال ويقولون لهم بأن المرأة ريحانة ريحانة، حافظ على نضارتها، حافظ على جمالها. وهذا الأمر راجع إليك، هو يقوم بأذيتها ليلا ونهارا، وعندما تذبل يبحث عن امرأة أخرى. وهذا كلام يعني يحتاج إلى موضوع آخر مع الأسف الشديد. على كل الأحوال، فالطعام الصحي كما يقول علماؤنا الأعلام، مع قلة الهم والمشاكل وإلى غير ذلك، مع الإكثار من الفاكهة والخضروات، تحافظ كثيرا على بشرة نضرة جديدة دائما لامعة، تدل على الحياة وتدل على الجمال. علماؤنا الأعلام يذكرون ثلاثة أشياء يذكرها أهل البيت عليهم السلام بكثرة في مسألة الحفاظ على البشرة، في الحفاظ على الصحة والقوة، نضارة الوجه، قوة الجسم، وهو الحمص والكركم وماء الورد والليمون. نجد أن أهل البيت عليهم السلام لطالما كانوا يغسلون وجوههم ورؤوسهم بماء الورد لما فيه من فائدة من تنظيف البشرة وكذلك كسبها نضارة وجمالا إلى غير ذلك. كذلك نجد أن أهل البيت عليهم السلام لطالما قد أوصوا بالكركم خصوصا لما فيه من فوائد عجيبة، كذلك في تناول الليمون، كذلك في مسألة الحمص. بل إن الإمام الرضا عليه السلام كان يتناول الحمص قبل الطعام وبعد الطعام، وذلك للحفاظ على قوة الجسم وعلى نضارة الوجه إلى غير ذلك. يعني كانوا يحافظون على أجسامهم، على نضارتهم إلى غير ذلك. فيقول علماؤنا الأعلام: لا بأس بأنك ماذا تفعل؟ تأتي بكوب من الحمص، وهذا الحمص الموجود، وتقوم بدقه بشكل جيد حتى يكون يعني كالبودرة، ثم بعد ذلك تضيف عليه ملعقة أو كوب أو نصف كوب من الليمون، ويمكنك أن تضيف عليه ملعقتين من الكركم، وكذلك إذا لم يكن لديك ليمون فضع عليه ماء الورد، إما أن تضع ليمون أو تضع ماء الورد. وبعد الخلط بشكل جيد ويتجانس بشكل جيد، يمكنك أن تضعه على وجهك لأقل يعني ربع ساعة على الأقل، ربع ساعة على الأقل. ويمكنك أن تستخدم ذلك يوميا. الحمص فيه من الفوائد العجيبة كما يذكر أهل البيت، الكركم الذي يحافظ على يعني نضارة الوجه وإلى قوة الجسم إلى غير ذلك، وكذلك الليمون وكذلك ماء الورد. هذه الطريقة المعروفة عند علمائنا الأعلام. وكذلك تناول
يعني الحمص مع الليمون، كذلك التناول يعني كما قلنا الكركم في الطعام جيد جدا لمناعة الجسم، لقوة الجسم إلى غير ذلك. فجرب ولا تشك. برنامج صباحات ولائية من محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام. وأنا لا أريد يعني أدخل في كثير من الشروحات، ولكن هذه من الشروحات البسيطة، وفي خدمتكم إن شاء الله تعالى.